وخاينا نتاكد منه بان ما يقدرش يمشي نشي بلاصه وما يرجعش للدار. ما كيستعمل لا دواء، ما كيتكيف لا كارو، ما كيجلس في قهوه، ما عنده صاحبه، ما كيمشي حتى شي موطا. حياته كامله الخدمه الدار. صافي كيها ديك البركه المصلى ويجي هنا هاك يجيب الحليب يجيب دالون يتلاقى العوند هذا ما هاكي هذه ما يقولش زعما ما يطيح يمشي. اللي شافوا الله يرحم الوالدين اتصل بينا النمره ديالنا حنا نخليوها لكم تما عيطنا نجيو مورا في مكان في اي بلاصه نمشيو من مورا في مكان. هنايا خي كيخدم في مصلى في ماكينه بوني حواسه مصلى راه كيعرفوه كاملين. خي دائما كيخرج مع السبعه ونص السبعه هذه الساعه ديالو اللي كيخرج فيها من الحومه من الدار ولا من الحومه. حساس دباركي راه كيعرفوا ناصر كيشوفوا مره مره كيعرفوا الناس في الحومه كاملين. المشكل اللي عندنا دابا هو خا يخرج نهار ثلاثة مع السبعة ونص ما رجعش ما وصل الخدمة ديالو ما رجع للدار. نهار ثلاثة شحال كان في الشهر؟ 28 28 في الشهر ما رجعش الراجل. وخاي انا ما عمره ما عمل هذه الحاله هذه وخاي انا متاكد منه بان ما يقدرش يمشي نشي بلاصه وما يرجعش للدار. وعاد خاي انا خرج ما عندوش لا فلوس لا والو كيمشي على رجلو. الناس الحومه كاملين كيعرفوه كيمشي على رجلو من برشيفه للمصلى. الحياه ديالو طبيعيه هو الى كيجي هنا عنده مشكل هنايا في الحومه. بالحق هادوك عيد دراري صغارين فهمتي كيفاش معاك يكون هذاك موثق ديك الحوايج ديال الحوت كدا الا هذا شي واش عايل صغيره ولا شي حاجه غير اللي عوام الحومه هو ملقب برعروع. الا قال له شي واحد ارعروع هذيك ساعات كيتعصب هو. اما ملي كيكون طبيعي ما عنده حتى شي مشكل في حياته هو. تقول له شني مسمي يقول لك عزيز، تقول له شكون خاك يقول لك فلان، تقول له والديك، تقول له فين ساكن يقول لك فين ساكن. ما عندوش شي مشكل في هادشي هذا الا كان هو صحيح هايدا ولا تسقسي ولا شي حاجه. هادشي ما عندوش شي مشكل فيه وانا متاكد من خاي وانا كنعرف خاي ودري الحومه راه كيعرفوه والناس راه كيعرفوه. كان ماشي دواء شي حاجه ما كيستعمل لا دواء، ما كيتكيف لا كارو، ما كيجلس في قهوه، ما عنده صاحبه، ما كيمشي حتى شي موطا. حياته كامله الخدمه الدار. كيجي للدار كيبدل عليه كياكل كيغسل فهمتي كيفاش ياكل كيغسل كياكل داكشي اللي عطا الله كيبدل عليه كيبدل عليه كيخرج باركي دناصر. باركي دناصر راه معروف برشيفة حتى تجزي هاد الخير تجزي هاد الخير هادي اللي بغارتنا تما كيريح تما كيجلس واحد شويش هايدا وهادي وديك الساعة كيطلع بحالو فحال دائما صافي ما كاين حتى شي مشاكل. مشاكل اللي كنقول لك انا اللي كان عنده هو عيل وهو صغارين هيدا صافي من بنادم كبير اولا هادي ما عنده معاه حتى شي مشكل. وانا خاي ما عنده لعيب حتى مع شي واحد ما خلينا فين فتشنا في سبيطارات فتشنا في كوميساريات ما خلينا فين فتشنا. عملنا ديكلاراسيون عملنا محضر تمناو من السلطه تعاوننا وكنتمناو من ما كاين حتى شي خبر لا في ما عطاونا حتى شي خبر السلطه ما قالوا لنا حتى شي حاجه ما قالوا لنا لا في الحبس ولا ميت ولا بغينا نعرفوا غير فين هو بعدا واش الا كان ميت يبان كان بالروح يبان امسي حنايا داك عاوتاني راه كيبقى خانة ماشي شي واحد غريب علينا ولا هاد. وهذا اللي كيخدم تما واحد خانة كيتلها به دائما يتكالي به وانا ما كنت زعما نقول العين ما انا تما صدع راسي كنا مشينا وانا عزيز خلي درت كيشبع. ولكن الوالد حنا سقسينا الناس ديال الحوت تما قال لك ما كاينش دابا تشوف قلت لي هذاك عند اللي يسمع دائما يقول لي ساكن في العوامه كيمشي عمر سطوله كيهرقم له كيهرقوا له ما كانش يخلصه هو وكارث مع الزكايا قال والله يا ما كنت عندك شي كراج مبلجع فهمتي ولا هذا اللي كاينه دابا هو اللي المشكل مع ذاك السيد اللي عمر ما معاه تما خانا اللي راه معاه السيد اليوم قال لي واخا هو بعد عمر ما دابا الاربع والخميس خدام والعايمه جات الثلاثه والاربع والخميس انا عمر ديك هو السطوله جي باش نهضر مع ذيك خانا تخفى لي مره مشى بحالو ما بغاش يوقف معايا اللي عطى الله هو هذا انا ما داني شويه من قلبي العين ما عرفت ديك قريب بعدها واللي عرف يترك التليفون والله ما نهم عليه كان مصابي كل راه دلعه هو راجل
ولكن دابا اللي عز علينا حنا العايد بحال البكمه صافي كيهاو ديك البركه المصلى ويجين هنا هاك يجيب الحليب يجيب دالون يتلاقى العود هذا ما هاكي هذه هذه ما يقولش زعما ما يطيهمش مره يجي ديك يطرد الحليب مره يجي يطرد الحليب كيهلاو في المصلى فهمتي ولا يجيب القاقيص يجيب الحلوى يجيب ديك الباسطيلي يجي اللي جا التفاح البانان كلشي كيجي الميكا هايدا الدراري يجيبها في الميكا هو طلع به النداء الاخراني ديالنا اللي شافوا الله يرحم الوالدين اتصل بينا النمره ديالنا حنا نخليوها لكم تما عيطنا نجيو مورا في مكان في اي بلاصه نمشيو من مورا في مكان المهم غير يقول لنا هادشي اللي كاين وكنتمنوا من السلطه ديالنا تعاوننا شكرا الله وكنتمنوا يتعاونوا معنا الناس المغاربه الله يرحم الوالدين وهادشي اللي كاين تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.